السلام عليكم، مرحبا بكم عندي فيديو جديد في قناتكم اللي هي قناة عالمك سيداتي أويد دريمز. اليوم بغيت نشارك معكم متعة النظر على الطريق الوطنية بين مدينة الدار البيضاء وجديدة مورا ربحة السوالم وأزمور. إذا كنتي أول مرة كتكتشفي القناة ديالي خلي لي واحد التعليق باش يعطيني أكثر وأكثر. شدينا الطريق في الويكاند وبغيت نمتعكم بالطريق ساعتي غادي نبقى نثقوا في عويناتنا. هذه بداية طريق من كازا شديناها. المهم نخليكم مع الطريق والأجواء ديالو أو الأغنية اللي غادي ترافقكم، وإلى الجزء الثاني. الجزء الثاني فيه وسط المدينة ومفاجآت اللي شفنا وسط المدينة مع الجو ديال الأعياد. بطبيعة الحال إلا كنتي أول مرة كتكتشفي القناة ديالي خلي واحد التعليق باش يحفزني نعطيه أكثر وأكثر. من هنا إلى الجزء الثاني كنقول لكم كنبغيكم بزاف بزاف، كملوا الفيديو حتى الآخر وخلي لي واحد التعليق واحد البصمة، ودوزوا لهداك الجنيب وديروا الجرس باش يوصلكم أي جديد باش تشوفوا في الجزء الثاني أشنو فيه. مع السلامة.